طبعا هذه المسيرة هي مسيرة هبة شعبية لنصرة دم الشهيد اللي ما يخفى على حتى حد استشهاد المهندس المناضل الشهيد الباحث محمد الزواري. احنا كعمادة مهندسين بادرنا اول ما بادرنا بالتحركات، ممكن يعني بالجانب العامل الاول هو عامل الانتماء الهندسي، لانه محمد الزواري مهندس مرسم بعمادة التونسيين، وقمنا بسلسله من التحركات اللي توا في الاسبوع هذايا توجناها بهالمسيره ان شاء الله الضخمه اللي مش تنطلق بعد حوالي نصف ساعه، ودعينا فيها المجتمع المدني، ثم المسيره هذه راهي مش تلتحم بمسيره اخرى في انتظارنا في ساحه الشهداء بالقصبه. شعب لا ينتج ما يستعمل، لا ينتج بذور ما يأكل، ونحن نعتزل بالذكرى السادسة لثورة